السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيف ديما اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غنحضر معكم قرص اللي كيجيو غزالين وكيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا، كيجيو لا في المنظر ولا في المذاق، كيجيو زوينين بزاف. هانتوما غنقص معكم وحده، شوفي كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعه بزاف بزاف بزاف. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. هنا كيف ما كتشوفوا عندي 500 غرام ديال الدقيق ديال الفورس، عندي معلقه كبيره ديال حبش حلاوه والنافع، معلقه كبيره ديال زنجلة اللي انا حمرته، هنا عندي بيضه، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار ديال الخبز، هنا عندي نص كاس ما عامرش ديال السنيده. ثم السنيده كتبقى على سبيل الذوق، انا بغيت ندير غير شويه، ما بغيتش نكثر الحلاوه بزاف، غندير غير قل من نص كاس ديال العنبه. عندي هنا نص كاس ديال الزيت ديال العنبه، نص كاس، عندي خميره ديال الحلوى، وعندي فانيا، وهنايا عندي معلقه كبيره ديال الحليب ديال نيدو، وعندي نص معلقه ديال الملحه، وعندي مدافي اللي غادي يحتاج باش انا غادي نقدر نخلط العجينه ديالي. المهم ندوز على بركه الله، بسم الله. غادي نخوي الدقيق ديالي هنايا، انا نخدم اللي عنده العجينه يقدر يخدمها في العجانه، انا نخدمها غير بايديا. عندي ندير حبش حلاوه والنافع، ندير زنجلان، ندير خميره، نخلط المكونات كلهم مع بعضياتهم، غادي نضيف الفاني، وغنضيف الخميرة، الخميرة ديال الحلوى، هنا عندي فيها 7 غرام، تقدرو ديرو على 8 غرام اللي عندكم، غندير معلقة ديال الحليب ديال النيدو، ندير نص معلقة ديال الملحة، وغندير السنيدة. نخلط المكونات على بعضياتهم صافي، وغندير هاد نص كاس ديال الزيت. هنا غادي ناخد غير البيض ديال البيض، الصفر ديال البيض غنخليو باش ندهنو بيه الكريسات ديالنا. اي سمحوا لي، طاح ليا قشره ديال البيض. طبعا شحال البيض كنكون غاسله البنات، ندير بيض البيض ونحتفظ بالصفر ديال البيض. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نجمع في العجينه ديالي. بسم الله، العجينه البنات ديما نخليوها مرخوفه كتجي خفيفه. بالنسبه لهاد العجينه غادي نخليها خفيفه، ما غاديش ما نخليهاش قاصحه، يعني نخليها فاش كتعجنوها كتبدا تلصق في اليد باش ان الكريسات ديالكم كيجيوكم زوينين وكيجيوكم خفاف وما كيجيوش معجنين. المهم انتما غتشوفوا معايا، غنبقى نخلط حتى نخلط المكونات كلهم، نبقاو نخويو الماء بشويه بشويه تدريجيا يعني باش ما تخويوش بزاف صافي، وغادي نبدا نجمع فيها بحال هكا. شويه ديال الماء، بالنسبه اللي عنده العجانه يديرها في العجانه، بالنسبه اللي ما عندوش خدم بيدو. هانتوما كتشوفوا نضيف شويه بيدي،
متحشاش ديك بزاف البنات، يعني مجرد انكم كتجمعوها بحال ما هكا صافي، يعني ما تحشاش ديك بزاف. هانتوما كما كتشوفوا داش شطيني هذا الشكل اللي بغيت انا. صافي البنات، هذا هو الشكل ديالها كيف ما خاصها تكون، بحال ما هكا كتكون كتبقى تلصق في اليد. هانتوما تلصق في اليد. المهم غادي نغطيها ببلاستيكه وغادي ندير فوق منها شي منديل ونخليها حتى ضاعف ليا الحجم ديالها ونرجع معاكم. هنا من بعد ما خمرت ليا القرص من المخمر ليا القرص ديالي كيف ما كتشوفوا، غنجيب شويه الزيت هنايا غادي ناخذ الطاوله اللي غادي ندير فيها القرص ديالي. بسم الله غنبدا غندير شويه الزيت في يدي باش ما تلصقش ليا العجينه في يديا. غادي نبدا نحيد من داك الهواء ديالها صافي، وغادي نبدا نهز باش نشكل الكريسات اللي غندير. شوفوا بحال هكا، نتوما قدام اللي بغا يشوفهم انا غادي نديرهم بحال هكا، ما صغار ما كبار. وغنبدا نحط من هاد اليدي عاوتاني شي الزيت كما كتشوفوا العجينه البنات كيف كتكون، كتشوفوا تجي بحال هكا كتجي كتلصق في اليد باش تجيكم خفاف ويجيكم خفاف القرص كيجيو زوينين. غادي نستمر بهاد الطريقه هكا حتى نكمل كلشي، ومن بعد فاش غادي نكملهم غادي نقرصهم شويه. انا غندير معاكم هادي ونوريكم كيفاش. من بعد ما انني كنسالي غادي نسالي كلشي، انا دابا غير غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لهم. غادي ناخذو هنايا شويه غادي نقرصوهم شويه باش فاش نخليوهم يخمروا لينا ما يجيوناش منفوخين باش فاش كيطيبوا، غيجيونا منفوخين بزاف وغادي يجيونا معجنين من الداخل. نقرصوهم شويه بحال ما هكا غير شويه صافي. انا من بعد ما ساليت كلشي قرصتهم بحال ما هكا شويه صافي، غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى كيخمروا ونرجع معكم باش نوريكم باش غادي ندهنهم من الفوق وندخلهم الفران. هنا من بعد ما خمروا لي القرص ديالي خديت صفر ديال البيض اللي كان بقى ليا قبيله، وخديت شويه ديال القهوه تاع الذوبان، غادي نخلط مزيان مع هذا البيض. كنخلطها ونرجع معكم صافي. هنايا غادي ناخذ غناخذ البيض والقهوه وغادي نبدا ندهن من فوق هاد الكريسات ديالي بشويه هكا باش ما تورقوش عليهم بزاف باش ما تفشوهمش هكا. المهم غندهنهم كاملين بحال هكا ونرجع معاكم. انا من بعد ما صوت الكريسات ديالي كيف ما كتشوفوا دهنتهم بصفر ديال البيض والنسكافي ودرت عليهم شويه ديال الزنجلان. هانتوما دابا الفران راني مسخنه غادي ندخلهم نطيبهم غنقص عليهم بوطه مزيان حتى يطيبوا ليا من التحت، وديك الساعه الى مازال ما تحمروش نهبطهم شويه لتحت باش يتحمروا ليا من الفوق ورجع معاكم.
كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي كيف ما كيخرج لي هذا الشكل هذا الكريسات ديالي كيجيو غزالين وكيجيو رائعين. هانتوما نقرب لكم اشوفهم مزيان كيخرجوا رائعين وكيجيو خفاف وكيجيو لذاذ لذاذ بزاف. هانتوما هيا شوف كيفاش كيجيو من الداخل. هانتوما كيجيو مفشين. هانتوما هيا كيجيو خفاف وكيجيو زوينين بزاف البنات. جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم وغادي تبليو كل مره تصاوبوهم ما تبقاش تشريوهم من الزنقه. بصراحه ديال الدار كيجيو حسن حسن بزاف من 1000 درجه من ديال الزنقه وكيجيو في المذاق ديالهم وكتعرفوا شنو دايرين فيهم وكيجيو رائعين وكيخرج لنا كميه اللي هي كثيره وكيجيو اقتصاديين يعني ما كيكلفوش بزاف ديال الحوايج. المهم البنات كيف ما كتشوفوا وصلنا لاخر فيديو غادي نقول لكم الى عجبكم فيديو ما تنساوش خليو لي لايك وديروا صابوني بما تنشارك خليو لي صابوني وركع الجرس باش يوصلو كل جديد. وغادي نقول لكم السلام عليكم وان شاء الله ليا فراسكم وحاليكم كنحماق عليكم. باي باي.